السلام عليكم. موضوعنا لهذا اليوم سيكون عن الـ Edge Triggered Flip Flop. قبل البدء بالـ Edge Triggered Flip Flop نحتاج فقط للتذكير بالـ Master Slave Flip Flop حتى نوضح فكرة عمل الـ Edge Triggered أو لماذا نحتاج استخدام الـ Edge Triggered Flip Flop. كاستعراض بسيط لما تم طرحه في المحاضرات السابقة من الماستر سليف فليب فلوب، على سبيل المثال لو كان لدينا النبضة التالية بهذا الشكل، هذه النبضة كما قلنا سابقا في الماستر سليف فليب فلوب تحتوي على زمن التحول من الصفر إلى الواحد، والذي يطلق عليه بالريزينج تايم أو التايم سيتاب. هذا نسمي التايم سيتاب، و زمن التحول من الواحد إلى الصفر أو ما نسميه بالتايم هولد بهذا الشكل، هذا يسمى بالتي هولد أو تي اتش. ما تبقى هو أو عرض النبضة هو يسمى بالتايم ويت أو زمن الانتظار، هذا هو التايم ويت. خلال هذه الفترة الخاصة بالتايم سيتاب إلى التايم هول، نحتاج أن تكون قيمة الجي وقيمة الكي، تكون يجب أن تكون قيمتهم ثابتة لا تتغير، وذلك للأسباب التي ذكرناها في المحاضرة السابقة، وهي أن يكون لدينا إخراج واحد فقط. أي في حالة التايم سيتاب يشتغل الماستر، في حالة التايم هول يشتغل السليف، وإخراج واحد فقط مسيطر عليه. المشكلة بالماستر سليف فليب فلوب أنه زمن الانتظار أو زمن النبضة يكون طويل جدا، لذلك تم الاعتماد على الإج تريجرد، وهو نوع آخر من الفليب فلوب يعمل عند الحافة الصاعدة أو عند الحافة النازلة، أي يعمل بزمن نبضة أقل بكثير مما هو موجود بالماستر سليف. أي الإج تريجرد يعمل إما عند الحافة الصاعدة بهذا الشكل، أو يعمل عند الحافة النازلة بهذا الشكل، ويعتمد على زمن نبضة قليل، وكأنما يتم تقليص التايم ويت أو لا يتم اعتماده. لذلك للتأكيد كملاحظة قبل البدء بالتفاصيل الخاصة بالإج تريجرد، أنه ملاحظة خلال التايم سيت اب والتايم هولد قيمة الجي والكي لازم تكون ستيبل، وحتى القيمة للماستر او للسليف وبالخص الماستر حتى تبقى بدون تغيير ونحصل على اخراج واحد فقط. هذه العملية تكون يعني تسبب مشاكل، انه زمن النبض يكون طويل. حتى نتخلص من هذه المشكلة ما يكون بالأمر السهل التخلص من هذا الديلي الموجود بالماستر سليف، لكن الحل الأفضل هو استخدام الإج تريجرد فليب فلوب، هو طور لغرض التخلص من هذه المشكلة. هناك رموز ثابتة تم اعتمادها من قبل الاي تريبل اي، وممكن ملاحظتها في العديد من الكتب لغرض تمييز البوزيتيف والنيجاتيف ايج تريجر. لاحظ في هذا الشكل، هو عبارة عن بوزيتيف ايج تريجر تراينجل بشكل اعتيادي، اما في الشكل الثاني هو عبارة عن نيجاتيف ايج تريجر، عبارة عن تراينجل، ويوجد بار دليل على أنه يعمل عند الحافة النازلة. بوزيتيف يعني يعمل عند الحافة الصاعدة بهذا الشكل، النيجاتيف يعمل عند الحافة النازلة أي بهذا الشكل. لاحظ في الشكل التالي، هذا هو شكل النبضة الخاصة بالبوزيتيف ايج تريجرد، وهذا هو شكل النبضة الخاصة بالنيجاتيف ايج تريجرد. في حالة البوزيتيف ايج تريجرد لاحظ انه التايم سيت اب في هذا الشكل، والتايم هولد هو في هذه النقطة، اي هذه المنطقة تكون هي زمن اتخاذ القرار بالكامل، اي قيمة التحويل في هذه المكان. في الماستر سليف مثلا التغير بين الجي والكي كان يحدث بعد التايم ويت، بعد ان تأتي التايم ويت، لكن بالإج تريجرد هذا هو الزمن الذي من خلاله ممكن أن نحصل على
التغيير بالاوتبوت او هو زمن اتخاذ القرار سواء للجي كي او للدي فليب فلوب. هذا في حالة البوزيتيف ايدج. في حالة النيجاتيف ايدج تريجرد زمن اتخاذ القرار هو يكون عند الحافة النازلة، اي هذا هو التايم سيت اب وهذا هو التايم هولد. قيمة التغيير للجي والكي تكون في هذه المنطقة فقط، جي كي او كان دي فليب فلوب، هذا هو الزمن اللي اتخذ بينه القرار الفليب فلوب. الشكل التالي يوضح تطبيق عملي للإيدج تريجرد فليب فلوب ماستر سليف إيدج تريجرد. هذا النوع هو من نوع الدي تايب فليب فلوب، نفس الكلام لو كان الجي كي إلى آخره، نفس التصميم لكن تغيير بسيط. نلاحظ الجزء الأهم هو الكلوك سيجنال الموجودة لدينا في هذا الجزء، هذه الكلوك سيجنال. نلاحظ أنه في جهة الماستر تكون inverted أي تعمل في حالة النيجاتيف، أما في حالة السليف نلاحظ أنه هي positive edge triggered. الهدف من هذه العملية هو لجعل الماستر سليف يعمل خلال time setup و time hold في هذا الشكل أو بهذه النقطة فقط، في هذا الجزء يتخذ القرار. الشكل التالي هو عبارة عن شكل تفصيلي لما كان موجود في السلايد السابق. نلاحظ أنه في هذا الجزء هو عبارة عن الجزء الخاص بالدي فليب فلوب ماستر فليب فلوب، أما هذا الجزء فلاحظ أنه هو عبارة عن السليف، هذا الماستر هذا السليف، وتوجد الكلوك سيجنال في الوسط. طبعا الفليب فلوب المستخدم هو عبارة عن كروس كابلد نور جيتس، هذا عبارة عن كروس كابلد نور جيتس. من الممكن أن يأتي سؤال بالامتحان كروس كابلد ناند جيت، اعتيادي نفس التصميم لكن بتحليل آخر. لاحظ أيضا شغلة أخرى أنه عبارة عن جيتد فليب فلوب، والسبب بوجود الجيتد هو لغرض السيطرة على الإخراج الخاص بكل فليب فلوب عن طريق إشارة الكلوك سيجنال. الإيدج تريجرد مبدأ عمله هو كالتالي، نلاحظ أنه الكلوك سيجنال في الجزء الأول تكون مربوطة عن طريق إنفرتر بهذا الشكل. نلاحظ أنه هذا الإنفرتر هو اللي يلعب دور كبير في عملية السيطرة بين الماستر والسليف، مربوط للجزء الأول من الدي فليب فلوب، والجزء الثاني يكون مباشرة من دون أي انفرتر يربط بالدي فليب فلوب أو السليف الخاص بالفليب فلوب الثاني. الفقرة المهمة أو الجزء الأساسي المهم أن نلاحظ عندما تكون قيمة السي صفر، أي عندما سي تساوي لي صفر، الاوتبوت يكون ناتج من الفليب فلوب الدي فليب فلوب الاول، من اول فليب فلوب، اي عبارة عن الاوتبوت يكون عبارة عن واي 1. في حالة انه السي اصبحت قيمتها تساوي 1، اي تحولت القيمة من الصفر الى الواحد، فالفليب فلوب الثاني هو الذي سوف يعمل، والاوتبوت او الاخراج يكون عبارة عن الواي 2. اذا في حالة الواحد إذن الأوتبوت الخاص بنا هو عبارة عن الـ Y2 بهذا الشكل. إذن قيمة التغيير ما من الـ Y1 إلى الـ Y2 تحصل في قيمة بسيطة جدا، هي ما بين الصفر إلى الواحد. إذن بهذا الربط أو بهذا الشكل استطعنا الحصول على قيمة للأوتبوت ما بين الصفر والواحد مباشرة بهذه النقطة أو بهذا الشكل. لفهم الدائرة بشكل موسع أو بشكل أفضل نحتاج أن نستخرج معادلة الـ Y1، وأيضا نحتاج أن نستخرج معادلة الـ Y2 أيضا. أما الآن وكتحليل دقيق للدائرة الخاصة بنا حتى نستنتج قيمة الـ Y1 وقيمة الـ Y2، طبعا بالنظر الى الدائرة لاحظ انه عندنا قيمة الـ S والـ R هي بهذا الشكل، هي قيمة ادخالات. طبعا الفليب فلوب هو نفس الفليب فلوب اللي اخذناه في محاضرات الفصل الاول او في المحاضرات السابقة بهذا الشكل. لاحظ انه المعادلة الخاصة بالكروس كابلد نور جيتس هي هذه المعادلة.
بحيث أنه نستنتج أنه لدينا قيمة الـ Y1 أو القيمة النهائية للدائرة. طبعا احنا بنتكلم، انا اتكلم فقط عن هذا الجزء حاليا، فقط هذا الجزء اللي يتم او نتكلم عنه. فالمعادلة طبعا هي سابق ان اشتقيناها، ال Y1 تساوي لي S في R bar زائد Q في R bar. مثل ما نلاحظ انه عندنا قيمة ال S اش تساوي لي في هذا الطرف، هذه عندنا قيمة الـ S للكروس كابلد نور جيت، هاي قيمة الـ S هي C بار D. الـ C بار هي هذه قيمة الـ C بعد مرورها بيع البار تصل إلى هذه النقطة، هي عبارة عن C بار، وبسبب وجود بوابات الأند فتضرب مع الـ D حتى تصبح لدينا C بار D. أما الجزء الخاص بقيمة الـ R في هذا الطرف راح يكون عبارة عن قيمة السي بار زائدا الدي بار بعد أن تمر بالإنفرتر الخاص بهذه النقطة، فتصبح لدينا سي بار دي بار. كاستنتاج بسيط للمعادلة، لاحظ أنه عندنا الديلي مودلز، بعد الديلي مودل الواي سمول بهذا الشكل، تأتي الواي سمول إلى هذا الطرف الخاص بالكروس كابلد نور جيت، فالقيمة فالقيمة في هذا الطرف راح تكون عبارة عن سي بار دي بار، عفوا سي بار دي زائدا واي سمول، هذه الواي اللي جتنا من هذا الطرف واي ون سمول، ونتيجة وجود البار على الاور جيت فتصير كلها عبارة عن اوفر بار. هذا الجزء بالكامل، ممكن أن نغير اللون، هذا الجزء بالكامل يعتبر إدخال لبوابة أخرى، اللي هو يعتبر إدخال لهذه البوابة، أي بما معنى أنه هذا الجزء سوف يجمع مع سي بار دي بار، والكل بسبب وجود هذا البار الموجود في هذا الطرف فالكل يصبح اوفر بار. كتحليل دقيق اخر، نلاحظ انه هذا الشكل، هاي المعادلة. كإعادة سريعة، قيمة الواي، هذه قيمة الواي سمول، هي هذه الواي سمول في هذا الطرف او في هذا الجزء، الزائد جاءت من قيمة بوابة الأور، والسي بار دي هي هذه الطرف، هي سي بار دي، كلها عبارة عن بار، هذا البار الموجود على كل هذه الدائرة، هذا البار هو نتيجة أنه وجوده في هذه النقطة، وهذا هو البار الخاص بالنور جيت بهذا الشكل. بعد ذلك تجمع أو النتيجة التي كانت في هذا الطرف تأتي إلى، تعتبر إدخال إلى بوابة نور الأخرى، فإذا تجمع مع سي بار دي بار، هذه هي سي بار دي بار، ولأنه بوابة أور جيت فعفوا نور جيت، فهذا هو الجمع، والإنبوت السابق هذا هو الإنبوت السابق بهذا الشكل، والوجود البار في هذا الطرف يعني أن الأوتبوت بالكامل هو كله أوفر بار بهذا الشكل. الآن بعد تحليل هذه المعادلة وفهمها، يتم فتح قيمة هذا الزائد، يعني فتح الأوفر بار على الكل، فيتحول الزائد إلى ضرب. لاحظ أنه تم إلغاء قيمة، تم إلغاء هذا البار الموجود في هذا الطرف، لاحظ أنه تم إلغاؤه، فعملية الزائد تحولت إلى ضرب في هذه النقطة، وأصبحت البار، هذا البار ألغى هذا الأوفر بار، فأصبحت Y1 زائدا C بار D. أما هذا الجزء فأصبح بهذا الشكل، هو عبارة عن سي بار
دي بار والكل اوفر بار، اي هذا البار توزع عليهم. بعد هذا حتى نفتح هذا البار فتصبح عبارة عن سي دبل بار زائدا دي دبل بار بهذا الشكل، ليصبح تكتب بهذه الطريقة. بعد هذا ان تتم عملية الضرب بين الحدود ال y1 في ال c تساوي y1 c، ثم بعد ذلك y1 في ال d لتصبح y1 في ال d، c bar في c، اي عملية c bar في عملية c تساوي لي صفر. اذا هذا الحد لا يكتب، يعتبر ملغى. اما الجزء الاخر فهو سي بار في دي ودي في دي، تبقى الليترال كما هو يبقى دي. فاذا السي بار في الدي اصبحت سي بار دي بهذا الشكل. حاليا نستمر في تحليل هذه الدائرة حتى نستنتج قيمة ال y2 او ال y النهائية للدائرة، لانه احنا المطلوب ليس ايجاد y1 وانما مطلوب ايجاد ال y النهائية وهي y2 للدائرة الخاصة بنا. بما انه ايضا هو عبارة عن cross coupled nor gate، بنفس الاسلوب التحليل الجزء الاول راح نحلل اللي استنتجنا من خلاله y1، راح نحلل الجزء الثاني ونستنتج قيمة ال y2. لكن كطرف او كجزء مهم ننتبه انه الادخال هذه المرة هو y1، يعني المعادلة السابقة اللي استنتجناها هي راح تكون ادخال للستيج الثاني. وبنفس الطريقة بالسابق كان عبارة عن دي هو الإدخال وكانت هاي النتيجة، هسه عبارة عن y1 هي الإدخال وننتبه النتيجة كيف راح تكون. قيمة ال y2 في هذا الطرف أو في هذا الجزء، نلاحظ أنه قيمة ال c أو قيمة ال clock هي بهذا الطرف أو في هذا الجزء وموجودة على إدخالات ال AND gate. أما ال y1 فهي إدخال مثل ما ذكرنا هي لهذا الجزء او لهذا الستيج من الفليب فلوب. في هذا الطرف راح تكون عبارة عن y1 في قيمة ال c، فتكون عبارة عن y1 c. بعد ما تعبر قيمة الانفرتر راح تكون عبارة عن y1 bar وتضرب في c فتصبح y1 c bar بهذا الشكل. بعد هذا قيمة القيمة لي في هذه النقطة راح تكون عبارة عن هاي طبعا قيمة ال y2، راح تكون ادخال لهذا الطرف او لهذا الجزء بهذا الشكل، فراح تكون عبارة عن القيمة هذه هي y1 c زائدا قيمة y2. وبما انه عندنا عبارة عن نور جيت فعندنا بار، فاذا كلتها راح تكون بار. وبالنتيجة هذا الاوتبوت او هذا المحصلة بهاي النقطة راح تكون عبارة عن ادخال للفليب او للنور جيت الاخرى بهذا الشكل حتى تحصل لنا قيمة الواي 2. اذا قيمة الواي 2 راح تكون بهذه الحالة، الادخال السابق هو عبارة عن y1 c زائدا y2 small الكل بار بهذا الشكل زائدا قيمة e هذه زائدا هذه القيمة في هذه النقطة او في هذا الطرف، ووجود البار في هذه النقطة تعطينا over bar على الجميع. اعادة بشكل سريع لكن على المعادلة المكتوبة بشكل واضح، نلاحظ أنه قيمة ال y2 هذه هي قيمة ال y2 في هذا الطرف، هذه قيمة ال y2 تساوينا قيمة y1 c، هذه هي عبارة عن قيمة ال y1 c مجموع زائد هذا الزائد لأنه عبارة عن نور جيت، و الطرف الآخر هو قيمة ال y2، هذه هي قيمة ال y2 بهذا الشكل، هذه هي قيمة الإدخال.
حتى تعطينا الـ output. طبعا كله over bar، لاحظ انه هذا هو الـ output الذي تم استنتاجه من اول NOR gates. ترجع بعد ذلك هذه المعادلة، هاي طبعا موجودة في هذا الطرف او في هذا الجزء، ترجع يتم جمعها مع قيمة اخرى اللي هي y1 bar زائدا c. هذه الجمع او هذه الزائد نتيجة من هذه النور جيتس تجمع مع ال y1 تجمع مع y1 bar c، ووجود البابلز او الانفرتر تعطينا اوفر بار على الجميع، لتكون المعادلة بهذا الشكل الموجود أمامنا. بعد ذلك نحاول أنه نفتح الأوفر بار الموجود على الدائرة الموجودة، هذا الأوفر بار نحاول أنه يتم فتحه، فنلاحظ أنه الجمع يتحول إلى ضرب، وأوفر بار مع أوفر بار يلغي، فتصبح تبقى هاي كما هي y1c زائدا y2، لكن هذا الطرف او هذا الجزء الثاني راح يبقى البار عليه. بعد عملية فتح الاوفر بار الخاصة به يتحول الضرب ايضا الى جمع، وتصبح بهذا الشكل عبارة عن y1 بار في الc كل عبارة عن بار، طبعا تتحول الى y1 زائدا C دبل بار والC بار واحد فقط، الدبل بار يلغى فتصبح Y1 زائدا C بار، وهو بهذا الشكل أو هي المعادلة الخاصة بنا. بعد ذلك نحاول تعويض قيمة الـ Y1 القيمة السابقة لـ Y1 اللي تم استنتاجها من الستيج السابق، أي من هذا الستيج. هذه قيمة الـ y1 نحاول أن ندخلها الآن على هذه المعادلة. قيمة y1 تساوي هاي القيمة السابقة اللي تم استنتاجها، هذه هي قيمة الـ y1، هي عبارة y1c زائدا y1d زائدا c بار d. هاي يتم إدخالها بكل جزء يوجد به y1، يتم تعويض هذه المعادلة كما هو موضح باللون الأحمر في الشكل التالي. هذه هي قيمة الـ y1 بهذا الطرف، وهذه هي قيمة الـ y1 في هذا الطرف الثاني زائدا، هذا هو الزائد، وC بار هذه هي C بار. نلاحظ أنه الطرف الأول y1 في قيمة الليترالز الموجود لدينا C، هاي y1 في C تبقى كما هي y1C. بعد ذلك عندنا الجزء الثاني اللي هو y1 في d، ويتم ضرب ال c ايضا معه، فتصبح y1 c في d زائدا y2 كتوضيح اكثر لا بهذا الشكل. هذه المعادلة y1 مضروبة في هذه قيمة ال c بهذا الشكل، يعني y1 عفوا y1 c زائدا y1 في d زائدا c بار d، والكل مضروب في قيمة c، هذه c بهذا الشكل. توزع هذه C على المعادلة، لاحظ أنه Y1 في C تبقى كما هي لأنه نفس الليترال، بعدين في ال D تصبح Y1 C و D، بعد ذلك Y1 في C بار مثل ما اتفقنا في السلايد السابق، C في C بار تساوي صفر، إذن لا يكتب، وتبقى قيمة ال Y2 بهذا المكان. أتمنى أن تكون واضحة إلى هذا الجزء. أما بالنسبة للطرف الثاني أيضا يتم تعويض الـ y1 بهذا الشكل، هذه قيمة المعادلة زائدا c بار بهذا الشكل. يتم فتح العناصر عن طريق الضرب، العنصر الأول في العنصر الأول وفي العنصر الثاني ومن ثم في العنصر الثالث
ومن ثم في العنصر الرابع وهو قيمة ال سي. بهذا الشكل يستنتج هذه المعادلة y1 c y2 y1 c d d y1 y2 c. بهذا الشكل تكون هذه المعادلة. يتم الانتباه على نقطة أنه عندنا c عامل مشترك في هذا المكان، هذه عبارة عن c عامل مشترك في هذه الحدود الثلاثة عند استخراج، وأيضا لدينا قيمة الـ y1 هي عامل مشترك بين هذه الحدود الثلاثة، فلو استخرجناهم تصبح عبارة عن y1 c في 1 زائدا d زائدا y2. 1 زائدا أي قيمة بالـ digital design هي تساوي لي 1، فإذا الـ output النهائي لهذه الدائرة هو y1 c بهذا الشكل. نستكمل أيضا على نفس الشاكلة بالنسبة لي هذا الطرف الآخر، هذا y1 c. أما بالنسبة للطرف ما تبقى هو y1 y2 d يبقى كما هو، و y2 c أيضا يبقى بهذا الشكل كما هو. حاليا بعد اشتقاق المعادلة الخاصة بالـ y1 والـ y2 نحاول أن نستخرج الـ composite Karnoff map. فنجي على المعادلة الأولى اللي هي y1 اللي استنتجناها بالسلايدات السابقة، فنبدأ نحاول أنه نشع الـ output في القيم كيف ممكن أن نحصله. فقيمة الـ y1 نجي نلاحظ أنه عندما الـ c تساوي لي صفر، هذه الـ c المقصودة بالكارنوف ماب، هاي الـ c تساوي لي صفر. عندما الـ c تساوي لي صفر قيمة الـ y1 كيف راح تكون، أو كيف راح يكون الـ output مالتها بالمعادلة؟ فعندنا لما c تساوي لي صفر فإذا y1 في صفر زائدا y1 في قيمة d زائدا بما أنه c صفر عكسه يعني واحد في قيمة d بهذا الشكل، فتساوي لي هذا الحد يساوي صفر زائدا هذا الحد اللي هو y1 d زائدا d بهذا الشكل. نحاول أنه نطلع d خارج قوس، فيبقى عندي داخل القوس 1 زائدا y1، وواحد زائدا أي قيمة هو أصلا يساوي 1، فإذا الأوتبوت للy1 يساوي لي d. بهذا الشكل هو اللي استنتجناه أنه قيمة الy1 تساوي d. فإذا نجي عندما الـ c تساوي لي صفر، هذه الـ c تساوي لي صفر، الـ output أو قيمة الـ y1 على الـ Karnoff map هي تساوي لي قيمة الـ d، يعني هذه القيمة هي قيمة d اللي راح تكون بداخل الـ Karnoff map. الـ y1 تساوي لي d، فنزل القيمة مالتها صفر 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 صفر، وبهذه الخانة القيمة مالتها تساوي لي 1 قيمة الـ d، هاي عندما الـ c تساوي لي صفر. زين، الحالة الأخرى لما تكون قيمة الـ c تساوي لي 1، هاي الـ c تساوي لي 1، هاي الـ c تساوي 1. لما الـ c تساوي لي 1 نعوض بالمعادلة، فنحصل على y1 في 1 زائدا y1 في d زائدا صفر، لأنه صفر في d لأنه c تساوي لي 1، فإذا صفر في d. هذا الحاد يلغى، هذا الطرف راح نحاول أنه نستخرج قيمة ال y1 خارج قوس، يبقى عندي 1 زائدا d، 1 زائد أي قيمة تساوي لي 1،
فإذا الأوتبوت هو y1، يعني y1 تساوي y1. ويصبي ال y1 بهذا الشكل، هذه هي قيمة ال y1 بهذا الطرف، هذه هي اللي راح تكون قيمة القيمة على الكارنوف ماب بهذا الشكل. إذا القيمة لما تكون ال y1 صفر، فإذا راح تكون صفر بهذا الطرف وواحد في هذا الطرف، عفوا هوني أيضا صفر وهوني راح تكون واحد. ليش؟ لأنه هذه قيمة ال y1 لما واحد فنفسها هي تنزل بهذه الخانات، وهذه واحد تنزل بهذه الخانات، وهذه القيمة صفر فتنزل بهذا المكان، وهذه أيضا صفر تنزل بهذا المكان. هذه عبارة عن صورة توضيحية نهائية للكارنوف ماب. نلاحظ أنه عندما C تساوي لصفر فقيمة D هي صفر أو واحد تنزل مباشرة في هذه الخانات. لما C تساوي لصفر فالأوتبوت يساوي لقيمة D، وكيفما تكون قيمة D راح تنزل بهذه الخانات لما C تساوي لصفر، لأنه هذول الخانتين تمثل لي C تساوي لي صفر، وهذه الخانتين تمثل لي لما C تساوي لي واحد بهذا الشكل. أوكي، نلاحظ أنه في الحالة الثانية لما C تساوي لي واحد، يعني هذه الخانتين ال Y أو الأوتبوت تساوي لي قيمة ال Y1، فلاحظ أنه هذه القيمة اللي موجودة عندما ال Y1 هي نفسها تنزل بالأوتبوت بهذا المكان، ولما تكون القيمة تساوي لي واحد مثل بهاي النقطة فأيضا الأوتبوت يساوي لي واحد. نفس الكلام يعاد مرة أخرى على المعادلة الثانية أو الاشتقاق الثاني للمعادلة، هو قيمة ال y2 الستيج الثاني. يعني هذه المعادلة الخاصة بال y2 مثل ما تعرفنا شلون اشتقيناها، فبنفس طريقة الحل وبنفس الصيغة، مجرد أنه نرجع نحسب مرة ثانية. عندما C تساوي لصفر هذه الخانتين، عندما C تساوي لصفر هذه الخانتين، عندما C تساوي لي هاي C تساوي لي واحد، وهذه الخانتين عندما C تساوي لي صفر. لاحظ لما C تساوي لي صفر أعوض بالمعادلة ال Y2، هي الأوتبوت راح يكون عبارة عن Y2، يعني هاي الخانتين عندما بهاي النقطة هاي الخانتين الأوتبوت راح يكون هذا الأوتبوت الخاص بال Y2 بهذا الشكل. طبعا أكو خلل ما كانت واضحة، يعني أنه صفر صفر بهذه النقطة، واحد واحد هون قيمتها واحد، فإذا ينزل بهذه الخانتين واحد، قيمة ال Y2 تساوي لصفر فينزل بهذه الخانتين القيمة تساوي لصفر. نفس الكلام بالنسبة لما C تساوي لواحد، أيضا تعويض بالمعادلة راح نستنتج أنه ال Y2 تساوي لل Y1، بما معناته أنه هذه القيم، خلينا نحاول أنه نخليها بلون آخر حتى تكون أوضح، أنه هذه القيم الخاصة بال Y1 هي راح تكون بهذه الخانتين. ونفس الكلام هذه القيم لما تكون واحدات اثنيناتهم فراح تكون بهذه الخانتين، لأنه C تساوي لي واحد بهذا الشكل، راح تكون هذه القيمة الخاصة بالأوتبوت للكارنوف ماب الخاصة بنا بهذا الشكل. هذا هو شكل توضيحي للكلام اللي كتبناه قبل شوية. لاحظ أنه عندما C تساوي لصفر فالأوتبوت راح يعتمد على ال Y2 بهذا الشكل. لاحظ كيف ما تكون Y2 يكون الأوتبوت. نفس الكلام لما تكون قيمة ال C تساوي لواحد فالأوتبوت راح يعتمد على قيمة ال Y1، لما صفر هاي الخانات كلها صفر، لما واحد هذه الخانات كلها تعتبر واحدات. هذا هو الشكل النهائي للكومبوزايت كي ماب اند فلو ماب. هذولي هذه الكومبوزايت كي ماب. لاحظ انه دمجنا الاوتبوتات مع بعضهم، هذا كله تو تابع للاوتبوت الاول، هذا من الكارنوف ماب الاولى هالشكل، بس حتى تكون الفكره واضحه هذه كلها هي تابعه للكومبوزايت كي ماب الاولى، هذا الاوتبوت مالته بهذا الشكل، وهذا
كلته تابع لأول كارن اوف ماب. أما الثاني اللي ما مظلل فهو الأوتبوت مال كارن اوف ماب الثانية، مجرد أنه تم دمجهم حتى يكون سهولة العمل عليهم. بعد هذا راح ننطي ترقيم للقيم، نلاحظ انه 0 0 راح نعطيها تسمية، هذا الخاص بالاي الاي الواي 1 والواي 2 هذول القيم، راح نعطيهم تسميات، راح نسميها اي، راح نسميها بي، والواحد واحد راح نسمينه سي، والواحد صفر راح نسمينه قيمته دي. فبداخل الكي ماب كل 0 0 راح نكتب مكانه، مكان ما اكتب 0 0 اكتب اي، تلاحظون انه كتبته اي. الواحد صفر، لاحظ الواحد صفر اشني القيمة مالته هي دي، فكل واحد صفر اكتب مكانه قيمة دي. لاحظ انه ايضا هذا 0 0 هذول الخانتين 0 0 فاذا يكتب مكانه اي. واحد واحد نكتب مكانه كلمة سي. واحد صفر واحد لاحظ انه سميناها الصفر واحد بي، فاذا كل صفر واحد بداخل الكارن اوف ماب راح اكتبها او راح اسميها بي. بهذا الشكل حتى يتكون عندي الشكل النهائي للفلو ماب الخاص بالشكل اللي تم استنتاجه. حاليا ننتقل الى الادج تريجرد دي فليب فلوب وذ 3 لاتشز. المطلوب انه فهم طريقة عمل هذا التصميم. الاشتقاق الخاص بالمعادلات راح يكون شوية معقد وطويل، لهذا ما راح يكون مطلوب. لاحظ انه هو عبارة عن دي فليب فلوب لكن 3 ستيجات. الادخالات الخاصة بينه عندنا 2 ادخالات اللي هو السي والدي، هذول الادخالات للدائرة مالتنا. السي هي الكنترول سيجنال والدي هو الانبوت للسيجنال. راح نحاول انه نحلل الدائرة ونفهم طريقة عملها وناخذ كل الاحتماليات، يعني قيمة يعني الادخالات لما تكون 0 0، لما تكون 0 1، لما تكون 1 0، ولما تكون 1 1. يعني ناخذ كل الاحتماليات وطريقة عمل الدائرة لكل حالة من هذه الحالات. حاليا نأتي على الحالة الأولى من الدائرة اللي هي أو الحالة أو الأوبريشن الأول، لما تكون الإدخالات عندي 0 0 بهذا الشكل، هذه الإدخالات هي 0 0. نحاول أنه نتبع الدائرة، نلاحظ أنه الكلوك سيجنال أو الكنترول سيجنال هي متصلة بهذه الكروس كابلد ناند جيت، إضافة إلى هذه القيمة من الناند جيت. لاحظ أنه عندنا قيمة الدي هي مربوطة بهذه الناند جيت، مربوطة بهذا الطرف من الناند جيت. نحاول أنه نستنتج الأوتبوت الخاص بهذا الستيج لما تكون أحد الإدخالات أو القيم الموجودة على الناند جيت 0، فأوتوماتيكيا الأوتبوت راح يكون يساوي لي 1 بهذا الشكل. 0 في أي قيمة هي 0، لوجود البار تتحول إلى 1. الحالة الأخرى لما تكون القيمة الأخرى اللي هي أيضا 0 بهذا الطرف، قيمة الكنترول أيضا 0 في أي قيمة هي 0، وبسبب وجود البار فتتحول القيمة أو قيمة الأوتبوت يتحول إلى 1 بهذا الشكل. نجي الآن أسعت على قيمة الدي، الإدخال على هذه الناند جيت 0، الأوتبوت مباشرة راح يكون يساوي لي 1. ننتبه على نقطة معينة هي الفيدباك. لاحظ أنه هذا الإدخال هو موجود على شكل فيدباك يرجع إلى الأعلى أو إلى أول ستيج بهذا الشكل. لاحظ أنه يجي إدخال إلى هذه الناند جيت، وبنفس الوقت هذا الأوتبوت هو أيضا يعتبر فيدباك أو إدخال إلى هذا الجزء من الدائرة. فالقيمة راح تكون عندي بهذه النقطة هي 1، جتني من الأسفل، هالواحد جت من الأسفل، وإضافة إلى هذه القيمة للواحد اللي موجودة بهذا الطرف، فالإدخالات صارت على هاي الناند جيت 1 1.
الاوتبوت راح يكون صفر لانه اكو عندنا انفرتر، فهذا الاوتبوت راح يكون عندي صفر. بشكل عام بشكل عام هسه استنتجنا الاوتبوت الخاص بكل الدائرة، واللي يهمنا بشكل خاص هو قيمة الاس اضافة الى قيمة الار. ننتبه على نقطة معينة انه هو عبارة عن كروس كابلد ناند جيت، والكروس كابلد ناند جيت لما تكون القيم الادخالات مالته اللي هي الاس والار والاوتبوت عندي هو الكيو، فالقيمة لما تكون قيمة الاس والار واحد واحد يعني بمعنى انه عندي حالة اللي هو no change، ماكو عندي اي تغيير بقيمة الاوتبوت. هذه الحالة الاولى او الكونديشن الاول لما تكون صفر صفر، نلاحظ انه قيمة الاس والار راح تكون تساوي لي قيمتها راح تكون بالاوتبوت تساوي واحد، وبالنتيجة الكونديشن اللي هي يبقى الكونديشن هو يبقى نفسه على الاوتبوت ما راح يتغير اللي هو حالة ال no change. هسا عندنا الكونديشن الثاني، لدينا الكونديشن الاخر لما ال C تساوي صفر وال D تساوي لي واحد اللي هو ال part 2. نتبع الدائرة بنفس الطريقة السابقة، نلاحظ انه الادخال ال C صفر فمعناته اوتوماتيكيا القيمة هون صفر والقيمة على هذا الطرف صفر، والاوتبوت مباشرة استنتجه انه يكون يساوي لي واحد لانه صفر في اي قيمة تساوي لي صفر. اما بالنسبة لقيمة ال D فراح تكون القيمة هون واحد اضافة الى هذا الون القادم من الطرف الاخر، فالاوتبوت راح يكون يساوي لي صفر بهذه النقطة. واضافة لذلك هو يعتبر ايضا فيدباك للفليب فلوب بالطرف الاعلى بهذا الشكل، هو يعتبر بهذا الشكل هو صفر اضافة للكونديشن اللي موجود اصلا سابقا، هذا هو الفيدباك الخاص بينه ايضا يعتبر واحد، فالاوتبوت صفر مع الواحد يساوي لي صفر، فعكس النتيجة تساوي لي واحد. احنا اللي يهمنا فقط قيمة الاس والار، ولاحظ انه قيمة الاس والار ايضا بقت قيمتها تساوي لي واحد واحد، بما معناته انه قيمة الكيو او قيمة الاوتبوت اللي هو راح يكون في حالة no change بهذا الشكل. تبقى قيمة الـ S والـ R بهذا الكونديشن تساوي لي واحد واحد، يعني الـ output يبقى بدون تغيير بحالة C صفر و D واحد. أما الآن بالنسبة للكونديشن الثالث اللي هو بحالة الـ C واحد و D تساوي لي صفر، يعني الواحد صفر، راح أيضا نبدأ نستنتج الدائرة بنفس الطريقة السابقة. لاحظ انه قيمة الـ C انه الـ input مالته هي عبارة عن واحد بهذه النقطة، اضافة الى انه اكو feedback اخر على هذا الطرف ايضا قيمته تساوي لي واحد بهذا المكان. بالنسبة للـ D الـ input الخاص بقيمة الـ D بهذا الطرف اللي هو يساوي لي صفر، وصفر مع اي قيمة كانت مهما كانت القيمة مالتها الاوتبوت مالتها راح يكون عبارة عن واحد عبارة عن ون بهذه النقطة. هذا الون هو بالاصل عبارة عن فيدباك لهذه الدائرة، نلاحظ انه بهذا الشكل نستنتج طريقة عمل الدائرة، هو عبارة عن واحد بهذه النقطة، وبنفس الوقت هذا الون هو عبارة عن فيدباك اخر لاول لاتش او اول دي فليب فلوب بالطرف الاعلى. لاحظ انه بهذا الشكل، هذا هو عبارة عن فيدباك بهذه النقطة، هو عبارة عن ون بهذا الشكل، بهذه النقطة هو عبارة عن ون. نفرض طبعا الاس انه هي بحالة الستدي ستيت السابق اللي هي واحد، فنعتبر الادخال مالتها لهذه النقطة هو راح يكون ايضا واحد، واحد مع واحد الاوتبوت راح يكون عندي صفر بهذه النقطة، وهذا راح يعتبر ادخال او فيدباك لهذه المكان اللي هو صفر صفر في واحد صفر، والاوتبوت راح يبقى واحد بهذه النقطة، وهذا الواحد هو ايضا يعتبر بالاصل هو فيدباك
لهذا المكان، فثلاث وحدات الاوتبوت مالتي راح يكون عندي يساوي لي صفر. اذا اهم نقطة اللي هي عندي قيمة الاس وقيمة الار بهذا المكان، اللي هي لما تكون قيمة الاس هي واحد والار تساوي لي صفر. طبعا ننتبه انه هو كروس كابلد ناند جيت، يعني مو بالاصل عبارة عن بارات. الكيو الاوتبوت مالتي راح يكون بحالة ريسيت بهذا الشكل، راح يكون بحالة ريسيت الاوتبوت لما يكون الكونديشن مالتي سي تساوي لي واحد والدي تساوي لي صفر. اما الان راح تكون عندنا الحالة الاخيرة او الكونديشن الاخير لما تكون قيمة السي واحد وقيمة الدي واحد. هذا هو البارت النهائي او البارت الاخير يعني الستيج الاخير لما واحد واحد تكون. لاحظ انه طبعا بالبداية اهم نقطة انه تكون عندي افرض قيمة الاس وقيمة الار، افرض القيمة الابتدائية الانيشال ستيت مالتهم يساوي لي واحد لانه نعتبره انه هو عبارة عن ستيدي ستيت. لما نبدأ نحلل الدائرة لاحظ انه الكنترول سيجنال تجي بالبداية واحد بهذا الطرف، وايضا عندي راح تكون واحد بهذا الطرف الثاني. نفرض او ننتبه انه القيمة اللي راح تجيني من هذه الجهة هي ايضا الانيشال ستيت واحد، اوكي، فتكون صفر طبعا بعدين راح نرجع له. ننتبه على فقرة انه الدي ايضا الدي بهذه النقطة تساوي لي واحد. الانيشال ستيت لهذه الحالة اللي هي لقيمة الار تساوي لي واحد واحد مع واحد. الاوتبوت مالتي راح يساوي لي صفر بسبب وجود الانفرتر، هذا راح يكون عبارة عن فيدباك لللاتش الاول بهذا الشكل، هذا راح يكون عبارة عن فيدباك صفر بهذه النقطة مع الواحد او الانيشال ستيت اللي جاني من الاس اللي هي الانيشال ستيت صفر واحد. نفرضه صفر في واحد هي صفر، وبسبب وجود الانفرتر الاوتبوت يصير عندي واحد بهذه النقطة. هذا الون راح يعتبر انبوت لهذا الجزء او هذا الادخال، فواحد مع واحد الاوتبوت راح يصير عندي صفر، واجبر انه بهذه النقطة تصير عندي هذا الانيشال ستيت لانه هذا بعدين ارجع اخذه، انا ابدأ لانه دي عندي اهم، فتصير عندي الحالة صفر بهذا المكان. صفر مع واحد الاوتبوت يجبرني انه يكون يساوي لي واحد. اذا ننتبه على فقرة انه الاوتبوت مالتي اللي هي قيمة الاس وعندي قيمة الار اللي هي الاس صفر والار واحد، فانتبه على قيمة الكيو راح تكون الكيو في حالة سيت. طبعا ما ننسى فقرة مهمة انه هو عبارة عن كروس كابلد ناند جيت، يعني ذولي بالاصل عبارة عن بارات. اذا لما يكون عندي الستيت السي تساوي لي واحد والدي تساوي لي واحد، الكونديشن او الاوتبوت راح يكون بحالة سيت. هسه بالامكان او الان بالامكان انه ناخذ مثال على ال 3 لاتشز دي فليب فلوب. هو نفس الشكل المرسوم او الشكل السابق اللي كنا نشرح عليه. يوز التايم ديلي موديل، ناخذ او نحتاج ان نخلي تايم ديلي موديل حتى نستنتج المعادلات. بنفس الطريقة نحتاج ان نستنتج المعادلة الخاصة بالواي 1 واي 2 والواي 3 لانه ثلاث ستيجات، وايضا نستخرج الكومبوسايت كي ماب اضافة الى الفلو ماب الخاصة بالسيركت. نلاحظ انه هذا هو الشكل المطلوب من عندنا انه نستنتج المعادلة الخاصة، فنخلي تايم موديل هذا التايم موديل حتى يسهل عملية تحليل الدائرة. ننتبه على شغلة الفيدباك، نلاحظ انه هذا الفيدباك اللي موجود عندي هو ادخال لهذا الستيج. عندنا هذه عبارة عن الواي 1 وهي راح تكون تظهر عندي ايضا بالواي 2 لانه اكو فيدباك عيجيني من هذا الطرف، وبالنهاية عندي هذه المعادلة الخاصة
بالواي 3. فاحنا نحتاج انه نستخرج الواي 1 معادلة الواي 1 بالبداية، بعدين نستخرج المعادلة الخاصة بالواي 2، واخيرا نستخرج المعادلة الخاصة بالواي 3. بنفس الطريقة السابقة اللي استنتجنا بها المعادلات في السلايدات السابقة، الواي 1 استنتجناها بنفس الطريقة. طبعا هون عندنا كانت كروس كابلد نور جيت، اما الان هي كروس كابلد ناند جيت. لاحظ انه الدوت راح تتحول لما نفتح البارات راح تتحول الى زائد، وبالمحصلة النهائية نحصل على قيمة واي 1 او المعادلة النهائية لهذا الستيج الاول، هذه المعادلة او قيمة الواي 1. طبعا بالواي 1 ظهرت عندنا القيمة الخاصة بالواي 2، السبب انه هذا الفيدباك اللي موجود عندي من هذا الطرف. لاحظ ان الواي 2 بها فيدباك ويرجع مباشرة الى الجزء الاول، ولهذا ظهرت بالمعادلة الواي 1 جزء من الواي 2. بعد هذا نحاول انه نستنتج المعادلة الخاصة بالواي 2 ايضا بنفس الطريقة وبنفس التحليل السابق، نحاول وايضا بالاعتماد على تايم موديل نحاول انه نستنتج المعادلات السابقة. طبعا هذه المعادلة الخاصة بالواي 2 y1 c كذا، نرجع نعوض بقيمة الواي 1 بداخل المعادلة. نلاحظ انه قيمة الواي 1 اللي استنتجناها سابقا راح نعوضها بمكانها، مضروبة في قيمة ال C ومضروبة في قيمة ال Y2 D. نفتح البارات ونبدأ بتحليل المعادلة واختصارها إلى أن نحصل على المعادلة النهائية الخاصة بقيمة ال Y2، يعني لهذا الستيج. بعد ذلك كجزء أخير نحاول أنه نستنتج المعادلة النهائية أو الشكل النهائي اللي هي قيمة ال Y3 عن طريق التحليل الجزء الأخير من الفليب فلوب أو من اللاتش، ونحاول أيضا نبسط المعادلات. طبعا عندنا Y1 وفي Y3 في Y2، نرجع بكل معادلة نعوض القيمة. Y3 بعد ما استنتجناها فتبقى قيمتها موجودة مضروبة في قيمة معادلة ال Y2 اللي استنتجناها سابق، هاي القيمة مالتها، والY1 هذه القيمة الخاصة بها. نفتح البارات ونبدأ باختزال المعادلة واختصارها الى ان نحصل على الجزء الاخير الخاص ب او بالمعادله النهائيه الخاصه ب 3 ستيج او 3 لاتش دي فليب فلوب. هذه هي المعادله النهائيه. بعد هذا نحتاج انه نستخرج الكارنوف ماب بالشكل التالي. هذه هي الكارنوف ماب الخاصة بالواي 1 والواي 2 والواي 3. نلاحظ انه هي مكونة من 32 سيل بهذا الشكل، هذه المعادلة وهذا الاوتبوت الخاص بها. ممكن انه ندمجها كلها بكمبوسايت كي ماب واحدة فقط حتى يتكون عندي الشكل التالي. هذه عبارة عن الكارنوف ماب الكاملة مدموج ثلاثة اوتبوت، هاي الـ Y1 هذه الـ Y2 وهذا الـ Y3 هذا الاوتبوت الخاص بهم. نرجع بعد ذلك نعطي اسماء للادخالات A B C D وكذا، نرجع نعوض بكل ثلاث اصفار قيمة الـ A والرقم واحد B بالرقم ثلاثة C وهكذا داخل الـ Kmap. هذا هو الاستنتاج او التحليل التفصيلي لهذه النوعية من الـ Flip Flop. طبعا هذا الجزء هو هذا الاستنتاج هو غير مطلوب او غير ملزم به الطالب، فقط للاطلاع وحتى يكون واضح طريقة استخراج المعادلات وتحليل الدوائر الخاصة بالفليب فلوب. اتمنى ان تكون المحاضرة واضحة والشرح سهل، وشكرا جزيلا.